نورة محمد درويش هديب سعد. السلام عليكم، أنا نور محمد سعد في الصف السادس من أكاديمية المهل البنات، ويسعدني أن أعلن أنني فائزة بالميدالية البلاتينية للتميز العلمي، والتي شرفت بأن أسلمها من حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ تميم بن حمد آل ثاني. هذه الجائزة تعني لي العالم، فالأمر لا يتعلق بالفوز فقط، بل بالتفاني والعمل الجاد الذي يمكننا من خلاله تحقيق أي شيء، وأشعر الفخر والاعتزاز حينما يتم الاعتراف بجهودي. إلى زميلاتي الطالبات، أشجعكن على المشاركة في هذه الجائزة. الأمر لا يتعلق فقط بالميدالية، بل يتعلق الأمر بتحدي النفس واكتشاف القدرات. أود أن أعبر عن خالص تقديري لمدرستي أكاديمية المهل البنات ومجموعة التعلم ووالدي، لأنني لولا دعمهم وتشجيعهم لما كنت هنا اليوم. دعونا نواصل سعيد حقيقة تميز معا، وشكراً.